إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به العليم الخبير الرؤوف الرحيم الذي بعث فينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وبارك عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، حديثنا اليوم عن آية، بل بعض آية، وما أغنى كتاب الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالموعظة وبالذكر. يقول الله سبحانه في محكم تنزيله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل بالأمر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقد يتبادر إلى من لا يفطن إلى لغة القرآن أن في هذه الآية إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بشر مثل أحدنا، وهذا لا تحتمله حتى عبارة الآية. لم يقل الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثل أحدكم، وإنما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلو وزن بأمته كلها لرجح عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر مثل أحدنا وهو يوحى إليه ولا يوحى لأي أحد منا، ولا يمكن أن يقال أنه بشر مثلنا أو مثل أحدنا وهو يقول في الحديث لست كأحدكم، وذلك حينما اجتهد بعض الأصحاب رضي الله عنهم لكي يتعبدوا الله سبحانه وتعالى كما يتعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنه كان يصوم ثم يطوي الليالي الثلاث، ليالي العداد، أي لا يفطر في يوم ولا يومين ومرات في ثلاث وهكذا. فشق عليه، أدركهم الوهن، فحينما علم بأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو رحمة للعالمين قال لهم: كلا إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يؤدبنا كيف نتعامل مع هذا النبي الرسول الكريم والسيد السند العظيم، أسوتنا إلى رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرض علينا الله سبحانه وتعالى كيفية الأدب في خطابه: ولا تجهروا له بالقول، لا ترفعوا أصواتكم. فكيف نقول هو مثل أحدنا والله يقول كجهر بعضكم لبعض، حتى نعلم أنه ليس كبعضنا،
أي لا فرق بينه وبيننا، لا، هو المصطفى من ربه عز وجل. أنا خيار من خيار من خيار. هو سيد ولد آدم كما قال في حديثه يوم القيامة: ولا فخر وبيدي لواء الحمد. يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. اللهم صلي وبارك عليه وعلى والديه وآله. أخوة الإيمان، في الآية التي استفتحنا بها الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان برسول الله حتى نعلم أنه معدن للإيمان وليس فقط بشر مبلغ للرسالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. نحن مطالبون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شهادتنا ليست لا إله إلا الله فقط، لا، يقول الله سبحانه: لا أغفر لغائلها حتى يختم بمحمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولتعلموا أنها كانت شهادات الأنبياء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي شهادة أبيكم آدم التي بها صار مؤمنا، وشهادة كل الأنبياء. إذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولنا. أخذ الميثاق على الأنبياء: لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. أي الرسل مطالبين بالإيمان بمحمد صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله وبنصرته، فأنه مصدق لما معهم. ثم جاءكم رسولنا مصدق لما معكم. مصدق هي ليس بمعنى التصديق، أي believing in، لا، تصديق بمعنى آمنت به، صدقته أنه حق، لا، وإنما هي الإجازة، يصدق على هذه الرسالة. انظروا وادرسوا وتجارسوا كتابكم الذي أنزله الله إليكم. ثم لماذا قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم؟ إخوة الإيمان، إن البشرية التي تحتاج لإثبات من الله سبحانه وتعالى بأمر من عنده: قل يا محمد إني إنما أنا بشر مثلكم، بالتأكيد والحصر إنما أنا بشر مثلكم. وما ذلك إخوة الإيمان إلا لما شهده أصحابه رضي الله عنهم من مال الحبيب صلى الله وبارك عليه وآله وآله من آيات وصفات أذهلت العقول، طاشت لها العقول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، يغمض هذا الطرف ولكن القلب واعي، وما ذلك إلا أدبا لربه، أنه في أي لحظة قد يأتي أمر الله سبحانه وتعالى له بالوحي، فيكون صلى الله عليه وآله وسلم مستمعا متلقيا من ربه عز وجل. تنام عيناي ولا ينام قلبي، أي منكم تنام عيناه ولا ينام قلبه، حتى يقول: أنا بشر مثل رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبه الحجر: إني لأعلم حجرا بناحية مكة قبل الرسالة
كلما مررت به يحييني ويقول السلام عليك يا رسول الله. شهد له ذلك الحجم باللسان، شهد له الضرب كذلك باللسان. شهد الله سبحانه وتعالى بين يديه وأسلم يومها قبيلة كاملة. يسجد البعير بين يديه يشكي إليه. بكى الجزع حينما نصب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منبر مثل هذا، وكان يخطب على جذع نخلة، فحينما صعد أول مرة يصعد على المنبر سمع لذلك الجزع حنين كحنين فصيل الناقة، حتى نزل رسول الله من المنبر صلى الله عليه وآله وسلم ووضع يده عليه وقال له: ما يبكيك؟ قال: فراقك يا رسول الله، لقد تركتني. قال: ألا ترضى أن تكون رفيقي في الجنة؟ قال: بلى. قال: إذا فاصبر. ووضع يده عليه فسكت. يحن الجزع، فطاب لقلوبنا أيها المؤمنون، يحن الجزع إلى رسول الله، فأين قلوبنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله تعلم أن الإيمان هو حبه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. والله لا تضيع هذه الذمم حتى فوات الأوان. عمروا القلوب بمن أحب، بحب من أحبه الله سبحانه وتعالى. لا يكون الجزع إن شاء الله خير منا، رفيق النبي في الجنة لأنه أحبه. ونحن قلنا فيه كيت وكيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حينما رأى الصحابة رضي الله عنهم هذه المعجزات الجمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خامر بعضهم الشك، هل هو معه ملك يأتيه؟ هل هو ما هو؟ ما هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وختم على هذه الأمة بقوله: لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي أبدا. هي تربيته لنا صلى الله عليه وآله وسلم. ما دخلت لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلب امرئ لوجه الله سبحانه وتعالى، أي لا يطلب بها دنيا ولا يطلب بها عز ولا مالا ولا ملك، إلا وختم الله على قلبه أن لا يدخله شرك إلى يوم القيامة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء للأصحاب الأمر من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليثبت هذه القلوب على الإيمان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله حتى لا يتقول أحد في هذه الأمة كما تقولت النصارى بعيسى عليه السلام. واعلموا كما أسلفنا في خطب فائتة أن من أحبه الله سبحانه وتعالى كان سمعه وبصره ويده ورجله إلى آخر الحديث. ولذلك ظهرت هذه الآيات دلالة حب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأثبتها الله في القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى آخر الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نؤمن امتثالا لأمره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل إيمان الحبيب صلى الله وبارك عليه والديه وآله في قلوبنا بمحبته، حتى يتم إيماننا وحتى نكون معه بإذن الله في الجنة رفقاءه بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلوا وبارك، صلى اللهم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.